طبعا حضراتكم تابعتوا الفيديو ده اللي انتشر على السوشيال ميديا واللي بيحذر من البطاقة التلامسية. الكلام ده صح بس ممكن نحمي نفسنا منه؟ الموضوع ده مهم جدا، نخلي بالنا ان ممكن الفلوس تتسرق مننا عن طريق البطاقات اللاتلامسية، ممكن عن طريق الماكينة لو قربها ناحية جيبك او ناحية شنطة حضرتك او شنطتك يقدر ان هو ياخد 600 جنيه في العملية الواحدة. يعني حضرتك لو واقف وجنبك ماكينة البي او اس او البوينت اوف سيل هتلاقي يسرق منك في كل عملية 600 جنيه من غير باسورد او اي حاجة. في الحلقة دي هنتكلم على الموضوع ده وازاي تحمي نفسك، مهم مهم جدا. تابعونا مع قناة صباح البنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد العجمي ودي قناة صباح البنوك. صديقنا العزيز الأستاذ عمرو العنتبلي خبرة على مستوى العالم العربي في موضوع الالتزام والمخاطر اللي بتعرض ليها البنوك، وجهنا لنقطة مهمة جدا وهي نقطة البطاقة اللاتلامسية. أولا خلينا نبص إيه هي البطاقة اللاتلامسية. البطاقة اللاتلامسية دي إنك أنت مجرد ما بتمررها على الماكينة بتسحب منك فلوس. أنا رحت في مرة بفول العربية وبديله البطاقة، فوجئت ان هو رجع لي البطاقة وسحب الفلوس من غير انا ما اخد بالي تماما. وطبعا انا ما عرفتش الا لما جات لي رسالة من البنك. مهم جدا انك انت تكون مفعل خدمة الرسائل في عملية المشتريات. لو انت مش مفعلها اتصل بالبنك بالخط الساخن للبنك او روح للفرع وقول لهم لو سمعتوا فعلوا لي خدمة الرسائل، ده هيكون افضل ليك. اي معاملة هتتم هتجيلك بيها رسالة على طول، تابع الرسائل من فضلك، تابع اي رسالة تجيلك، لانك انت لو جات لك رسالة ومعاملة المعاملة دي تقدر تبص في محيط المكان اللي انت موجود فيه او على الاقل تتصل بالبنك وتوقف البطاقة لحد ما تشوف ايه اللي حصل بالظبط وعملية السحب دي تمت ازاي. ازاي الاول اعرف ان البطاقة بتاعتي لا متلامسية ولا لا؟ انا بشوف في البطاقة، بفتح البطاقة واشوف الاقي جنب الشريحة الذهبية كده في علامة الواي فاي. لو علامة الواي فاي دي موجودة يبقى البطاقة بتاعتك دي بطاقة لا تلامسية. لو انا حاططها في جيبي من ورا من قدام وواحد قرب مني اللي هي ماكينة البي او اس ممكن يسحب في كل عملية 600 جنيه من غير باسورد او اي شيء. او لو حضرتك حاططها في شنطة او لو حضرتك حاطه في شنطة البطاقة بتاعتك ممكن يقرب الماكينة ناحية البطاقة أو ناحية الشنطة ويسحب له في كل عملية 600 جنيه من غير ما يستخدم باسورد. حل المشكلة دي إيه؟ حل المشكلة إيه؟ أولا تنتبه إن مفيش حد معاه ماكينة قريب منك. الحاجة التانية إن حضرتك تستخدم محفظة مخصصة لحماية البطاقة اللاتلامسية، بيبقى داخلها طبقة معدنية، الطبقة دي بتعزل البطاقة بتاعتك عن أي تأثير خارجي. الحاجة التالتة إن ممكن تستخدم الفويل المعدني اللي هو مستخدم في البيت، وأنا استأذنت المدام وخدت منها الفويل دوا يحمي البطاقة بتاعتك. بناخد قطعة من الفويل المعدني دوا ونحط البطاقة بهذا الشكل كده. أنا منعت البطاقة من أي عوامل تأثر في البطاقة خارجيا كده، وأقدر أحطها في المحفظة بأمان كده. أنا منعت أن أي حد يقدر يمرر الماكينة سواء أنا واقف مش واخد بالي في جيبي أو أي شيء. نتمنى السلامة للجميع، وبنشكر كل الأصدقاء في البنوك اللي بيدونا معلومات تفيد حضراتكم. ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب ننوه لحاجة، ان سواء على موقع صباح البنوك او على قناة صباح البنوك احنا مصنفين الموضوعات بحيث تكون سهلة على حضراتكم توصلوا لها بسرعة. يعني لو دخلت على القناة هتلاقي قوائم التشغيل، هتلاقونا مصنفين. اللي عايز يدور على الشهادات هيلاقي في تبويب كامل عن الشهادات، اللي عايز يدور على اسعار الفايدة هيلاقي في تبويب كامل عن اسعار الفايدة، اللي عايز يدور على القروض هيلاقي تبويب خاص بالقروض، اللي عايز يستمع لآراء
الخبراء في موضوعات متنوعة، هيلاقي في تبويب اسمه الرواد، وده هيسهل على حضراتكم أكتر توصلوا للمعلومات. وغيره من التبويبات، تصفحوا كده قوائم التشغيل هتلاقوا تصنيفات متنوعة تلبي انت عايز. وأيضا على موقع صباح البنوك احنا بننشر أخبار يومية، لأن نشر الأخبار بيبقى أسهل وأسرع من إنتاج الفيديوهات، وبالتالي هتلاقوا أيضا احنا مسهلين الموضوع تماما. يعني هتلاقوا مثلا كلمة استثمار، تحتيها هتلاقوا شهادات وهتلاقوا حسابات وهتلاقوا صناديق وهتلاقوا غيره من التصنيفات اللي خاصة انك انت ازاي تستثمر اموالك. ايضا هتلاقوا القروض، قروض سكنية او قروض شخصية او قروض شركات او قروض متنوعة. هتلاقوا كمان الاسعار، حاطين لكم اسعار العملات ودي بشكل يومي، حاطين لكم ايضا اسعار الخدمات المصرفية، هي هي المصاريف والعملات وغيره من التصنيفات. لو حضرتك خدت دقيقة تتصفح موقع صباح البنوك وتشوف قوائم اللي موجودة، بعد كده تقدر توصل للي انت عايزه بسهولة. ايضا مخصصين باب كامل عن تساؤلات حضراتكم، يعني التساؤلات اللي بتيجي على القناة، من وقت لآخر بنرفع مجموعة أخبار ردا على التساؤلات بتاع حضرتك. كل ده عشان خاطر نسهل ان حضرتك توصل للمعلومة بسرعة من غير ما تواجه معاناة البحث. الهدف ده انك انت ازاي تعرف تستثمر اموالك، ازاي تقدر تعرف طرق الاستثمار المتنوعة. عندنا طرق كتيرة جدا انك انت تستثمر فيها اموالك، لكن الاهم والاهم هو رقم واحد انت تعرف نفسك ازاي، هل انت عميل مخاطر او عميل ما عندكش اي مخاطر. والحاجة التانية انك انت تحط خطتك الاستثمارية بنفسك بما